هبط إيسترن كومباني رفقة مصر المقصة واحتدم الصراع على بطاقة الهبوط الأخيرة. إيسترن كومباني فرط النهاردة فرصة الأمل الأخير في الجولة الختامية وهبط رسمياً بعد الخسارة من البنك الأهلي. والجونة بيرفض الهبوط وبيتمسك بالأمل وغزل المحلة والمقاولين لسه في خطر كبير. ده طبعاً بعد هروب إنبي وقبل الاتحاد والإسماعيلي. الجونة والمقاولين وغزل المحلة مستنيين جولة النجاة الأخيرة. وإن كانت أضعف الفرص للجونة بحكم فارق النقاط ومواجهة بيراميدز الوصيف في الجولة الأخيرة. وغزل المحلة والمقاولين عندهم الاتحاد والمصري اللي هم كمان عايزين ينهوا الموسم بشكل أحسن وفي مركز أفضل. الجولة الأخيرة هيبقى فيها منافسة من نوع تاني بين طلائع الجيش اللي كسب الأهلي النهاردة وفيوتشر على المركز الرابع الشرفي. المنافسة حلوة ولو على أي مركز حتى لو مش على الصدر.